فقال شيخ الإسلام أبو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى: وروى يزيد بن هارون في مجلسه حديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله في الرؤية وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تنظرون إلى ربكم كما تنظرون إلى القمر ليلة البدر. فقال له رجل في مجلسه: يا أبا خالد، ما معنى هذا الحديث؟ فغضب وحرج وقال: ما أشبهك بصبيح وأحوجك إلى مثل ما فعل به، ويلك، ومن يدري كيف هذا، ومن يجوز له أن يجاوز هذا القول الذي جاء به الحديث أو يتكلم فيه بشيء من تلقاء نفسه، إلا من سفه نفسه واستخف بدينه. إذا سمعتم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاتبعوه ولا تتبعوا فيه، فإنكم إن تبعتموه ولم تماروا فيه سلمتم، وإن لم تفعلوا هلكتم. وقصة بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأراد المؤلف رحمه الله من ذكر هذا الحديث وقول أبي خالد سيد بن هارون أن يبين وقيف السلف من الأخبار، من هذه الأخبار الواردة في صفات الله عز وجل، وأن موقف السلف القبول والتسليم وعدم الاعتراض، فليسلمون لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولا يعترضون. ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله يزيد بن هارون أنه ذكر في مجلسه، أنه روى في مجلسه حديث الرؤية، يعني رؤية الله يوم القيامة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تنظرون إلى ربكم كما تنظرون إلى القمر ليلة البدر. وفي لفظ: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. في حديث جرير بن عبد الله بدري الذي رواه البخاري في صحيحه: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. وفي رواية أبي هريرة: إنكم ترون ربكم كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. وفي بعض الألفاظ أنه قيل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل نرى ربنا؟ قال: هل ترون القمر ليلة البدر؟ قالوا: نعم. قال: هل تضارون في رؤيته؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترون ربكم كما ترون القمر لا تضارون في رؤيته. وفي لفظ: لا تضامون، لأن لا يصيبكم ضيم ولا ضرر. وعلى الحديث هو حديث رؤية، والحديث الذي فيه إثبات رؤية الله للمؤمنين، الحديث الذي فيه إثبات رؤية الله للمؤمنين، رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، هي الأحاديث المتواترة، الأحاديث المتواترة. والرؤية أيضا ثابتة في القرآن الكريم، قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الأولى من النظرة إلى البهاء والحس، ناظرة بالصاد إلى ربها ناظرة من النظر بالعين. فلما ذكر الوجه والعين دل على أن المراد الرؤية التي بالعين التي في الرأس إلى الرب جل جلاله. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال سبحانه: الذين أحسنوا الحسنى والزيادة. جاءت تفسير الزيادة لأن النظر إلى وجه الله الكريم. وقوله سبحانه: لهم ما يخشون عند ربهم ولدينا مزيد. جاءت تفسير الزيادة لأن النظر إلى وجه الله الكريم. وقال سبحانه عن الكفرة: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وقد استدل الإمام الشافعي رحمه الله بهذه الآية على إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. قال: لما انحجب هؤلاء في السحر دل على أن المؤمنين يرونه في الرضا. لما انحجب هؤلاء في السحر دل على أن المؤمنين يرونه في الرضا.
ولو كان المؤمن لا يرون ربهم لتساوهم وأعداؤه في حجب عن رؤيته. فلما حجب هؤلاء كفر عن رؤية الله في السخط دل على المؤمنين يرونه في الرضا. فرؤية المؤمن لربهم عز وجل ثابت ثابتة في القرآن العزيز وفي السنة المطهرة. والنصوص نصوص إثبات الرؤية نصوص السنة متواترة. قال ابن القيم رحمه الله في هذه الأرواح ساقها ابن القيم ساق هذه الحديث قال رواها نحو 30 صحابية في الصحاح والسنن والمسانيد. هي ثابتة في فرؤيتهم لربهم يوم القيامة ثابت في القرآن العظيم وبالنصوص المتواترة والسنة المطهرة. وإثبات الرؤية يؤثمون لربهم من العلامة الفارقة بين السنة وبين أهل البدع. قد أنكرها الجهمية والمعتزلة فسر الرؤية بالعلم ولا سارعة في الرؤية لكن في غير جهة. قالوا إنه يرى لكن لم يثبتوا أنه يرى من فوقه. قيل لهم كيف يرى من فوق؟ قالوا لا. من تحت؟ لا. أمام؟ لا. قالوا لا. خلف؟ لا. عن يمين؟ لا. عن شمال؟ لا. أين يرى؟ قالوا لا يرى، يرى لا في جهة. فسخر منهم كثير من العقلاء وقالوا إن هذا غير مصدق. الرؤية لا بد أن تكون بجهة من الرأي. المرء لا بد أن يكون بجهة من الرأي، لا بد أن يكون مباينا له مواجها له. فإثبات الرؤية من دون إثبات الجهة هذا غير متصور وغير معقول. وهذا من تدبر الأشاعرة بين أهل السنة وبين المعتزلة. أرادوا أن يكونوا مع المعتزلة في إنكار الجهة وأرادوا أن يكونوا مع المؤمنين في الرؤية. فعجزوا عن ذلك فلجأوا إلى حجج سوفسطائية وإلى حجج المموهة التي كأنها حجة المرائية التي كأنها حجة وليست بحجة. ورؤية المؤمن لربهم عز وجل ثابت، هي ثابتة بالنصوص من الكتاب والسنة وهي من العلامات الفارقة بين أهل السنة وبين أهل البدع. ولهذا قال كثير من العلماء من أنكر رؤية الله فهو كافر، لأنه أنكر النصوص المتواترة وهي مروية في الصحاح والسنن والمسانيد في الصحيحين وفي غيرهم. فلما ذكر يزيد بن هارون حديث الرؤيا انكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، قال له رجل في المجلس يا ابا خالد كنية يزيد بن هارون، ما معنى هذا الحديث؟ يعني ما معنى هذا الحديث انكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر؟ فغضب. من الذي غضب؟ يزيد بن هارون غضب وحرج، يعني تشاط غضبا. لماذا؟ لأنه اعترض على الحديث. لما قال هذا الرجل لجزيل بن هارون يا أبا خالد ما معنى هذا الحديث، غضب أبو خالد واستشاط غضبا عليه لأنه اعترض على الحديث وقال ما أشبهك بصديق وأحوجك إلى مثل ما فعل به. الصديق هذا سيأتي ثالث المؤلف قصته، هو رجل كان يعترض ويشبه يأتي بشبه واعتراضات على النصوص فجلده عمر كما سيأتي، جلده 100 ثم جلده 100 أخرى حتى سال الدم على وجهه ونفاه إلى الكوفة وكتب إلى عاملها ألا يكلمه الناس، فصار الناس لا يكلمونه كلما جاء من حلقة طرد حتى تاب وقال يا أمير المؤمنين ذهب ما في رأسه. فعند ذلك أمر الناس أن يكلموه. فأبو خالد يقول لهذا الرجل اللي اعترض عليه ما معنى هذا الحديث، قال ما أشبهك بالصديق وأحوجك إلى مثل ما فعل به، احتاج إلى أن تضرب حتى يذهب ما في رأسك من الشبه، احتاج إلى جلد كما جلد عمر رضي الله عنه الصديق. ويله ومن يدري كيف هذا، ويله ومن يدري، من يدري كيف هذا، من يدري كيف الصفة، لا أحد يدري إلا الله. الصفات لا تكيف، وقولت ما معنى هذا الحديث تعترض وتطلب الكيفية هذا غلط منك، تحتاج إلى تعديل
ويلك ما أحوجك إلى ما أشبهك بالصغير وأحوجك إلى مثل فعل إلى به. ولهذا قال له ويلك ومن يدرك فهذا ومن يجوز له أن يجاوز هذا القول الذي جاء به الحديث. أثبت الحديث والحمد لله. قل المؤمنون يا رب ربهم يوم القيامة. ومن يجوز له أن يجاوز هذا الحديث الذي جاء هذا القول الذي جاء في الحديث أو يتكلم فيه بشيء من تلقاء نفسه إلا من سفه نفسه واستخف بدينه. ثم قال لا إذا سمعتم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعوه ولا تبتدعوا فيه فإنكم إن اتبعتموه ولم تماروا فيه سلمتم. تماروا يعني تجادل. يجلس أن يجادل يسلم الإنسان ولا يعتذر لا يقول استفاد الله كيف ولا في أفعاله لما لا توجه كلمة كيف الاستفاد ولما لا توجه الأفعال أفعال الله لا تقول لما فعل كذا فعل لأنه حكيم يفعل ما يشاء ولا تقول في صفات الكيف كيف استفاد كيف استوى كيف يتكلم كيف نراه لا تقول كيف لا توجه كيف إلى الصفات ولا توجه السؤال بكيف إلى الصفات ولا توجه السؤال بلما إلى الأفعال. ولهذا لما وجه السؤال هذا الشخص معترف قال ما معنى هذا الحديث يعني كانوا يعترف غضب عليه واستخاط غضبا يزيد هارون وقال ما حوجك ما أشبهك بصبي وأحدك إلى مثل ما فعل إذا سمعتم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعوه ولا تبتدعوا فيه فإنكم إن اتبعتم ولم تماروا يعني امتدادهم ولم تماروا فيه سلمتم وإلا تفعلوا هلا يعترض على قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم ويجادل ويشبه يحلف أما إذا سلم ولم يجادل فإنه يحلف. نعم سيأتي ذكر المؤلف قصة الصديق نعم الذي اعترض وشبه نعم. وقصة صديق الذي قال يزيد بن هارون للسائل ما أشبهك بصديق وأحوجك إلى مثل ما فعل به هي ما رواه يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن صديقا التميمي أتى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين أخبرني عن قوله والذاريات ذروا قال هي الرياح ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قلته قال فأخبرني عنه فالحاملات وقرا قال هي السحاب ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته قال فأخبرني عن المقسمات أمرا قال الملائكة ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته قال فأخبرني عن الجاريات يسرا قال هي السفن ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته قال ثم أمر به فضرب 100 ثوب ثم جعله في بيت حتى إذا برئ دعا به حتى إذا برأ حتى إذا برأ دعا به ثم ضربه 100 ثوب أخرى ثم حمله على قتب وكتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن حرم عليه مجالسة الناس فلم يزل كذلك حتى أتى أبا موسى الأشعري رضي الله عنه فحلف بالأيمان المغلظة ما يجد في نفسه مما كان يجده شيئا فكتب إلى عمر يخبره فكتب إليه ما رقاله إلا قد صدق قل بينه وبين مجالسة الناس. نعم عمر رضي الله عنه ضرب الطبيب لأنه فهم من سؤالاته أنه يريد التعنت أنه يريد التعنت والعناد والاعتراف فلهذا ضربه 100 ثوب ثم جعل في بيته فلما علم حس أنه ضرع جلده من الضرب ضربه 100 ثوب ثم أيضا سفر من المدينة إلى الكوفة وكتب إلى أبي موسى الأشعري أن حرم عليه مجالسة الناس
فلما زال كذلك صار الناس كل ما جاء لحلقة طردوه حلقة من حلقات الدروس، وإذا جاء لحلقة أخرى لا يعرفونه كلم أهل الحلقة الأخرى قالوا عزمة أمير المؤمنين عليه ألا تكلموا، فلا يكلمونه حتى تاب وجاء إلى أبي موسى وحلف بالأيمان المغلظة أنه ما يجد في نفسه ما كان يجد، ذهب الشكوك والشبهة التي في نفسه، فكتب أبو موسى إلى أمير المؤمنين يستعين في أن يترك يخلي بينه وبين الناس، قال كتب عمر إليه ما إخاله إلا قد صدق خلي بينه وبين الناس، فجعل الناس يكلمونه. سيأتي رواية أخرى أيضا في هذا القصة. نعم. وروى حماد بن زيد عن قطن بن سعد سمعت رجلا من بني عبد يقال له سمعت رجلا من بني عبد يقال له فلان خالد بن زرعة يحدث عن أبيه قال خالد عندك في النسخة الأخرى خلته ابن زرعة نسخة لعنده خالد اكتب خلته في نسخة خلته. نعم. خالد بن زرعة يحدث عن أبيه قال رأيت صبيغة بن عسل غسل قال رأيت صبيغة بن عسل بالبصرة كأنه بعير أزرق يجيء إلى الحلق، فكلما جلس إلى قوم لا يعرفونه ناداهم أهل الحلقة الأخرى عزمة أمير المؤمنين، يعني عزمة يعني تلزيم أمير المؤمنين، يعني يلزم عليكم ألا تكلمونه، يعني أقبلوا قوله، وكل ما جاء حلقة لا يعرفونه أخبرهم حلقة أخرى وقالوا عزمة أمير المؤمنين عزم عليكم ألا تكلمونه حتى يتوب. نعم. وروى حماد بن زيد أيضا عن يزيد بن حازم عن سليمان بن يسار أن رجلا من بني تميم يقال له صبيغ قدم المدينة فكانت عنده كتب فجعل يسأل عن متشابه القرآن، فبلغ ذلك عمر فبعث إليه وقد أعد له عراجين النخل. والعراجين ثم عرجون وهو عرق النخلة إذا يبس وعود. نعم. فلما والقمر قدمناه منازل حتى إذا عاد حتى عاد كالعرجون القديم. نعم. فلما دخل عليه جلس فقال من أنت؟ قال أنا عبد الله صبيغ. قال وأنا عبد الله عمر. ثم أهوى إليه فجعل يضربه بتلك العراجين فما زال يضربه حتى شجه، فجعل الدم يزيد على وجهه يعني حتى جرحه. نعم. فقال فجعل الدم. نعم. فجعل الدم يزيد على وجهه فقال حسبك يا أمير المؤمنين، فقد والله ذهب الذي كنت أجد في رأسي. حسبي يعني يكفي الضرب، ذهب ما في رأسي من الشبه والشكوك. نعم. أخبرنا أبو عبد الرحمن هذا يعني حسين. الآن نحن بحاجة إلى يعني صبيغة، الآن له أمثال كثيرون في هذا الزمن بحاجة إلى أن نفعل بهم مثل ما فعل بالصبيغ، هؤلاء الذين يشبهون ويلبسون ويأتون في الصحف والمجلات يقولون الشبه ويعترضون على الحديث وعلى النصوص وعلى أهل العلم، بحاجة إلى أن يفعل بهم مثل ما فعل بالصبيغ. لو فعل بهم ما فعل بالصبيغ تعجب الناس ولم يتكلم أحد، ولم يتكلم الرويض، لا تكلم الرويض وصار كل يتكلم وكل يفتي وكل حتى صار أهل الصحف والمجلات يفتون وهم صحفيين ليسوا من أهل الكتب، يفتي هذا يجوز وهذا لا يجوز، يجوز المرأة كذا، يجوز المرأة تكشف وجهها وليس هناك دليل وهكذا، وصار كل يفتي. يعني بحاجة إلى أن يفعل بهم مثل ما فعل بالصبيغ، لو فعل بهم مثل ما فعل بالصبيغ تأدب الناس ولم واعترفوا الشبه والاعتراضات على النصوص وعلى أهل العلم. ولهذا يزيد بن هارون لما اعترض عليه الرجل قال ما أشبه بالصبيغ وأحوجك إلى فعل مثل ما فعل به. يعني هذا الرجل الذي اعترض على الحديث حديث الرؤية عرف بحاجة إلى أن تضرب حتى يزول ما في رأسك من الشبه والاعتراض على النصوص. نعم. أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين بن موسى السلمي
قال أخبرنا محمد بن محمود الفقيه المروزي قال حدثنا محمد بن عمير الرازي قال حدثنا أبو زكريا يحيى بن أيوب العلاف التجيبي بمصر التجيبي بمصر نعم. قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا أشرف بن عبد العزيز قال سمعت مالك بن أنس رحمه الله يقول إياكم والبدع. قيل يا أبا عبد الله وما البدع؟ قال أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته لا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون. نعم وهذا تحريف مالك بن أنس رحمه الله هو إمام أهل إمام دار الهجرة في زمانه أحد الأئمة الأربعة. يقول إياكم والبدع يعني التحذير احذروا التحذير التحذير إياكم والبدع. قيل يا أبا عبد الله كن يخبر من مالك وما البدع؟ قال أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته يتكلمون في تأويلها في تأويل الصفات يقول كلام في الكيفية يحذر الإمام مالك رحمه الله. احذروا هؤلاء الذين لا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون. نعم والمعنى أنه يجب على المسلم أن يسعى ما وسع الصحابة والتابعين ولا يتكلم في التأويل. يثبت الأسماء وصفة الله عز وجل كما يقول جلاله وعظمته يثبت المعنى ويسكت عن الكيفية. نعم. أخبرنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن عمر الزاهد الخفاف قال أخبرنا أبو نعيم عبد الملك بن محمد بن عدي الفقيه قال حدثنا الربيع بن سليمان قال سمعت الشافعي رحمه الله يقول لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك أحب إلي من أن يلقاه بشيء من الأهواء. البدع وهذا لا ترى أخرجه الدارمي ولا ذكائي في شرح الأصول شرح الأصول اعتقاد السنة والجماعة وهذا مشهور عن الشافعي رحمه الله. وفي لفظ لأن ألقاه بكل ذنب ما خلا الشرك أحب إلي أن ألقاه بشيء من الأهواء. يعني يقول الإمام الشافعي لأن ألقى الله بكل معصية دون الشرك أسهل علي من ألقاه بالبدع وذلك لأن البدع أشد من المعاصي لأن صاحب على المعصية كبيرة الزاني والسارق والشارب القمر والمرابي هذا عاصي وكذلك كبيرة وضعيف الإيمان لكن يعلم أنه عاصي ومعترف بأنه معصية فهو يرجى له أن يتوب. بخلاف صاحب البدعة فإنه يعتقد أنه على الحق ولا يعترف لك بأنه على الباطل. فإذا قلت هذه البدعة قال لا أنت المبتدئ فلا يفكر في التوبة. فلهذا كانت البدعة أشد من الكبيرة ويحب إلى الشيطان من الكبيرة المعصية الكبيرة ليفعل الكبيرة يسد الزور وعفوا ليعلم أنه عاصي فيمكن أن يتوب يفكر في التوبة. لكن المبتدع ما يعتقد أنه عاصي يعتقد أنه على الحق. المبتدع اللي يفعل بدعة المولد كان يقول لا عن هذه محبة للرسول أنت تكون غير الرسول أنت بما تحب الرسول أنا على الحق وأنت على الباطل هذه بدعة صحيحة أنت ما تحب الرسول لو كنت تحب الرسول عملت بدعة زي المولد. فمثلا المبتدع ما يعترف بأنه على الحق على الباطل يعتقد أنه على الحق ويتقرب إلى الله بالبدعة فلا يفكر في التوبة ما يتوب منه. أما صاحب الكبيرة المعصية يعلم أنه على المعصية ويعتقد أنه معصية ويفكر في التوبة فلهذا كانت البدعة أشد من المعصية ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله لأن ألقى الله بكل ذنب دون الشرك أسهل علي من ألقاه بالبدعة. لماذا؟ كما قلت لك لأن صاحب البدعة لأن البدعة أشد من المعصية وصاحب الكبيرة يرجع أن يتوب وصاحب البدعة لا يفرق عليه في الغالب أنه لا يتوب لأنه يعلم أنه على يعتقد أنه على الحق. ولهذا قال الإمام الشافعي هذه المقالة لا نلقى الله بكل ذنب دون الشرك أسفل علي من ألقاه بالبدعة البدعة أشد من المعاصي. نعم.
هذا فيه تحريم البدعة، طبيعة البدعة في الأسماء مثل من ذلك بدعة معطلة هي في الأسماء والصفات، هذه بدعة ويؤولها هذه بدعة، بدعة في القدر، بدعة في بدعة الخوارج الذين يكفرون المسلمين بالمعاصي، بدعة القدرية الذين العباد حالة لأفعالهم، بدعة المعطلة الذين يعطلون الله من أسمائه وصفاته، هكذا بدعة المعتزلة، بدعة الرافضة، بدعة الشيعة، وهكذا البدعة كثيرة، فهذه البدعة أشد من المعاصي. نعم. أخبرني أبو طاهر محمد بن الفضل قال حدثنا أبو عمرو الدين قال حدثنا أبو الأزهر قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن جعفر بن برقان برقان عن جعفر بن برقان قال سأل رجل عمر بن عبد العزيز عن شيء من الأهواء فقال إلزم بي نص في الكتاب والأعراب والها عما سوى ذلك. نعم، وهذا لا فرق عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، خذه الدارمي في سننه وابن سعد في الطبقات واللالكائي في شرح اصول اعتقاد اهل السنه والجماعه وابن الجوزي في سيره عمر، وروي عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله الامام المشهور الزاهد الورع الذي ضمه بعض العلماء الى الخلفاء الراشدين الاربعه لعدله وورعه. ساله رجل عن شيء من الاهواء من البدع فقال إذن بين الصبية الكتاب والأعرابي والأعمى سواء، إذن بين الصبية الكتاب. كان الناس قبل أن تجد المدارس يدرسون الصبيان في الكتاب، يسمونه الكتاب، يعني تكون جماعة في المسجد ولهم مدرس يكتب لهم، يكتب على اللوح أو على كذا، يكون الخشبة يسمونه اللوح يطلونها بالطين ويكتبون فيها، يكتب لك تقول تعلم شيء من القراءة شيء من الآيات، هذا يسمى يقال قرأ في كتاتين، أول ما قرأ في كتاتين قبل أن تجد المدارس كتاتين، يعني أول ما يبدأ يكتب له في اللوح وفي كذا، فيقول إذن بين الصبي في الكتاب خلك على الفطرة، بين الصبي على الفطرة اترك هذه الشبه، وكذلك الأعراب اللي عاش في البادية ما عنده شيء من الشبه، شبه المعطلة ولا شبه القدرية ولا على الفطرة. إلزم، قال له عمر بن عبد العزيز لما سمع بدعة قال إلزم بين الصبي في الكتاب والأعرابي في البادية ولها عما سوى ذلك، لأنهم على الفطرة، مفطرة على الفطرة، الصبي في الكتاب والأعرابي مؤمن بالله وبملائكته وكتبه ورسله ومؤمن بالأسماء والصفات ولا عنده شيء من الشبه، على الفطرة مفطور على الحق وعلى التوحيد. فيقول لما سأل رجل عمر بن عبد العزيز عن شيء من البدع من الأهواء عن البدع قال له خلك على الفطرة، إلزم بي الصبي في الكتاب فإنه على الفطرة، وإلزم ما عليه الأعراب في البوادي على الفطرة، ما عندهم شبه ولا شكوك ولا جاءهم أحد يشبه عليهم ولا يدخل لهم شبه المعطلة ولا شبه القدرية ولا شبه الخوارج ولا شبه المعتزلة، على الفطرة. فقال إلزم، إلزم الفطرة، إلزم، إلزم بين الصبي الكتاب والأعراب والها عما سوى ذلك. نعم، يعني خليك على الفطرة. ولهذا كثير من أهل الكلام الذين توغلوا في علم الكلام وفي الشبه حاروا في أهل حياتهم وحصلتهم حيرة واضطراب وتمنوا أن يكونوا على الفطرة، حتى قال بعضهم يا ليتني أموت على عقيدة أمي، قال بعضهم يا ليتني أموت على عقيدة عجائز نيسابور. ولما سأل بعض أهل البدع الإسلامية حيرة وقال له يسأل هل سلام مستريح؟ قال نعم، قال احمد الله أنا ما أستطيع أنا من الشبه والشكوك، أستطيع إذا نمت أفكر في كذا في الشبه كذا وفي المقدمات أهل البدع وفي كذا وفي النتيجة وفي كذا، وهل هل الرب مصطنع على عرشه وليس مصطنع على عرشه، وهل يمكن وهل هذا هل يمكن أن يكون جسمه ولا يكون جسمه، يقول ما أستطيع أنا، أنت أحمد الله تستطيع أنا ما أستطيع أنا، وأضع المتحف على وجهي
بعد العشاء ويأتي الفجر ولا على حال ما أستطيع. ما فيه إلا أفكر في الشبه وفي المقدمات من مقدمات أهل البدع، ولا عندي راحة ولا طمأنينة. هكذا أهل البدع رسول الله صار عندهم حيرة واضطراب، حتى تمنوا أن يموتوا على عقيدة العجائب. قال يا ليتني أموت على عقيدة العجائب. قال يا ليتني أموت على عقيدة العجائب نيسابور. كان من أهل نيسابور. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا محمد بن يزيد قال سمعت أبا يحيى البزار يقول سمعت العباس بن حمزة يقول سمعت أحمد بن أبي الحواري يقول سمعت سفيان بن عيينة يقول كل ما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته والسكوت عنه. نعم، يعني ما وصف الله بنفسه من العلم والقدرة والرحمة والغضب والسخط والسمع والبصر، يقول تفسيره تلاوته، يعني حينما تقرأه تفسر، واضح المعنى، لا تكيف ولا تمثل، واسكت عن التأويل، واسكت عن الكيفية، قراءته تفسيره تلاوته، حينما تقرأ وكان الله سميعا بصيرا تسكت السمع وبصر الله، لا تعول ولا يقع في نفس الشيء من الشبه اللي يقوله البدع انه يلزم اذا اخذتنا السمع لازم ان يكون مماثل لسمع المخلوقين، اذا اخذتنا البصر لازم ان يكون مماثل لبصر المخلوق. اترك هذا الشبه، قراءات تفسير والسكوت عن الكيفيه وعن قراءات تفسير، لا خيط ولا بدع، لا تكيف ولا تمثل. نعم. أخبرنا أبو الحسين الخفاف قال حدثنا أبو العباس محمد بن إسحاق السراج قال حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث قال حدثنا الهيثم بن خارجة قال سمعت الوليد بن مسلم يقول سألت الأوزاعي وسفيان ومالك بن أنس عن هذه الأحاديث في الصفات والرؤية فقالوا أمروها كما جاءت بلا كيف. نعم، أمروها كما جاءت بلا كيف، هذا مقالة الأوزاعي وسفيان ومالك بن أنس لما سئل عن الحديث في الصفات والرؤيا قال امروها كما جاءت الى كيف، وعلى الاثر الصحيح وجه البيهقي في الاسماء والصفات والدارقطني والذهبي مقتصر العلو وغيره، قل امروها كما جاءت الى كيف، هذا فيه رد على المعطله وعلى المعطله، قل امروها كما جاءت رد على المعطله الذين يعطلون ولا يثبتون الصفات، وقولوا بلا كيف رد على المنكرين الذين يقولون ان صفات الله مثل صفات المخلوقين، امروها كما جاءت، يعني اثبتوا معاني الصفات واتركوا الكلام في الكيفيه، امروها كما جاءت، وكان الله سميعا بصيرا اثبت البصر بلا كيف، لا تقل كيفيه السمع كذا ولا سمع الخالق مثل سمع المخلوق، لا تتكلم في الكيفيه، امروها كما جاءت يعني بلا كيف، امروها كما جاءت هذا في اثبات المعاني، استوى على العرش امروها كما جاءت اثبت الاستواء، بلا كيف لا تقول كيفيه الاستواء، لا تسال عن الكيفيه ولا تقول ولا مثل ولا تقول ان استواء الخالق مثل استواء المخلوق، امروها كما جاءت يعني اثبت المعاني بلا كيف، بلا سؤال عن الكيفيه ولا تمثيل لها في صفات المخلوقين. نعم، وهذا قول السنه القاطبه. نعم. قال الإمام الزهري إمام الأئمة في عصره وعين علماء الأمة في وقته، على الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. نعم، الإمام الزهري رحمه الله إمام معروف المؤلف سيدة، قال الإمام الأئمة في عصره، نعم يعني في زمانه، نعم. وإلى إمام الأئمة في عصره هو الرسول عليه الصلاة وإمام الأئمة وإمام مستقيم، ويطلق على محمد بن إسحاق بن حزيمة يقول له إمام الأئمة، ينبغي أن يقيد إمام الأئمة في وقته، إمام الأئمة على الإطلاق هو رسول الله. يقول الزهري على الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلى التسليم، هذا كلام عظيم ينبغي لكل مسلم أن يستشعر هذا، على الله البيان، الله تعالى بين لنا في الكتاب العزيز وعلى لسان النبي، وعلى الرسول البلاغ بلغنا
وعلينا التسليم والقبول لا نعترض. نحن عبيد مأمورون وسمع لك يا رب وطاعة. جاء في النصوص ذات الصفات نقول علينا التسليم نسلم لله الأسماء والصفات وهكذا ولا نعترض ولا نقول كيفية ما كيفية الصفات ولا نمثلها بل نسلم على الله البيان بين لنا سبحانه وتعالى وعلى الرسول البلاغ بلغ عن الله وعلينا التسليم والقبول دون اعتراض نعم دون تمثيل نعم. وعن بعض السلف قدم الإسلام لا يثبت إلا على قنطرة التسليم. نعم وهذا كلام عظيم. قدم الإسلام الإسلام هو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك لا يثبت إلا على قنطرة التسليم. ما يثبت الإسلام إلا بالتسليم سلم لله ورسوله. أما الذي يعترف ما يثبت الإسلام ليعترف على الله وعلى رسوله هذا ما يثبت إسلامه. متى يثبت من الذي يثبت إسلامه؟ هو الذي يسلم لله ورسوله يقبل ولا يعترف. وإن علم الحكمة فالحمد لله وإن لم يعلم يقول سمع لله نحن عبيد مأمورون سمعنا وأطعنا. الذي يعترف لا يثبت إسلامه. نعم. أخبرنا أبو طاهر أبو طاهر بن خزيمة قال حدثنا جد الإمام قال حدثنا أحمد بن نصر قال حدثنا أبو يعقوب. الجد الإمام هو محمد إسحاق بن خزيمة صاحب الصحيح. نعم. قال حدثنا أبو يعقوب الحنيني قال حدثنا الحنيني عندك نصف عندنا الحسن نسخة الحسن نعم الحسن نسخة نسخة اللي عنده حسن. نعم. قال حدثنا كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. قيل يا رسول الله ومن الغرباء؟ قال الذين يحيون سنتي من بعدي ويعلمونها عباد الله. نعم. الشطر الأول من الحديث إن هذا الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء أخرجه الإمام مسلم في صحيحه وأخرجه الترمذي وابن ماجه وكذلك أيضا ابن خزيمة والخطيب البغدادي وغيره. هو حديث ثابت إن هذا الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. بدأ غريب الرسول صلى الله عليه وسلم أول مؤمن ثم كان معه أسلم معه حر وعبد وأبو بكر وبلال ثم أسلم على المصطحب وسيعود غريبا في آخر الزمان كما بدأ يأخذ الناس من الدين كما دخلوا من صلى الله عليه وسلم. فطوبى للغرباء طوبى الجنة الجنة في الغرباء الذين يتمسكون بالدين. جاء في قيل من الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون ما أفسد الناس وفي لفظ الذين يصلحون إذا فسد الناس. قيل من الغرباء؟ قال الذين يصلحون إذا فسد الناس يعني يصلحون بأنفسهم إذا فسد الناس وفي لفظ الذين يصلحون ما أفسد الناس وفي لفظ هم النزاع من القبائل. نزاع من القبائل كل قبيلة تأخذ واحدة واثنين والباقي كل على الحق والباقي على الباطل. وفي لفظ هم قوم صالحون قليل في قوم سوء كبير. فجاء تفسير الغرباء أربع تفسيرات. قيل من الغرباء؟ قال الذين يصلحون إلى فسد الناس يعني هم بأنفسهم يصلحون إلى فسد الناس. الناس يفسدون وهم صالحون في أنفسهم مستقيم. واللفظ الثاني قيل هم الذين قال هم الذين يصلحون ما أفسد الناس يعني دعاء في الخير يصلحون أنفسهم. واللفظ الثالث هم النزاع من القبائل. واللفظ الرابع هم قوم صالحون قليل في قوم سوء كثير. وهنا قيل يا رسول الله من الغرباء؟ هذا ايضا لفظ خامس. قال الذين يحيون سنتي من بعدي ويعلمونها عباد الله. هذا مثل يصلحون ما أفسد الناس. الذين يحيون سنتي من بعدي ويعلمونها عباد الله.
هذه الزيادة رجع خطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث، والشيخ نصر المقدسي في كتاب الحجة قال: الذين يحيون السنة من بعدي ويعلمونها عباد الله. هذا فيه المؤلف على ساق هذا الحديث يبين أنه ينبغي إحياء السنن، وأن الذين يحيون السنن ويعلمونها عباد الله هم الغرباء. ومعلوم أنه إذا في السنة مات البدع تقابلها، ففيه التحرير من البدع والحث على إحياء السنة. نعم. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: سمعت أبا الحسن الكاردي يقول: سمعت علي بن عبد العزيز يقول: سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام يقول: المتبع للسنة كالقابض على الجمر، وهو اليوم عندي أفضل من ضرب السيف في سبيل الله. نعم، هذا المقالة لأبي عبيد القاسم بن سلام الإمام المشهور، له كتاب الإيمان شرحناه في دورة مضت، رسالة في كتاب الإيمان، رسالة سماها الإيمان أبو عبيد القاسم سلم، يقول: المتبع للسنة كالقابض على الجمر. هذا في زمانه، فكيف أن رأى هذا الزمان القرن الرابع والقرن الخامس، فكيف لو رأى القرن الخامس عشر؟ يقول: المتبع للسنة كالقابض على الجمر. وسبب ذلك قلة أهل السنة وكثرة أهل البدع، فلهذا يجد شدة ومشقة في مخالفة الناس، لا يجد من يوافق على الحق. فلكثرة أهل الباطل وقلة أهل الحق صار المتبع للسنة بين أهل البدع كالقابض على الجمر. أهل البدع عن يمينه وعن شماله وأمامه وخلفه، وهو بينهم متبع للسنة ويتحمل ويجد مشقة، كما أن القابض على الجمر يتحمل شدة حرارة الجمر. ثم قال القاسم والسلام: وهو اليوم عندي أفضل من ضرب السيف في سبيل الله. يقول المتبع للسنة عندي اليوم في زمانه أفضل من ضرب السيف في سبيل الله، لأنه جاهد لوجود المجاهدة والشدة والمشقة التي يجدها، كما أن المجاهد في سبيل الله ويضرب بالسيف يجاهد العدا ويقارع العدا، فكذلك هذا الذي يجاهد أهل البدع ويصبر على الحق، فهو يقول القاسم بن سلام: عندي أفضل من ضرب السيف في سبيل الله. نعم. وروي عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال: دخلنا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: يا أيها الناس، من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن يقول بما لا يعلم الله أعلم. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. نعم، وهذا حديث رواه الشيخ البخاري ومسلم وغيرهما عن عبد الله بن مسعود أنه قال، خطب الناس وقال: يا أيها الناس، من علم شيئا فليقل به، يقول بهذا العلم ويظهره للناس، ومن لم يعلم فليقول الله أعلم، ولا يتكلم، لا يتكلم في شيء لا تعلم. قال: فإن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم، لأن العلم قسمان: قسم تعلمه تبين الناس، وقسم لا تعلمه تقول الله أعلم. هذا علم ولا يتكلف الإنسان. ولهذا قال المسلم: فإن الله قال لنبيه عز وجل: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. الشيء الذي تعلمه تقول، والذي لا تعلم فرجع احنا ليس بعيد. هذا الإمام مالك بن أنس رحمه الله إمام دار الهجرة، جاءه رجل من بعيد من مسافات بعيدة يسأل، فسأل عن 40 مسألة، فقال: في 36 لا أدري، 36 مسألة لا أدري، لا أدري، لا أدري، لا أدري، ولا جاب إلا عرض. كان سبحان الله، أنا جاي من بعيد مسافات بعيدة والأسفار مهمة الآن يمشي شهور، أنا جئت الإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة تضرب إليها سباد الإبل
40 مسألة 36 لآخر ما أقول للناس؟ إيش أقول للناس؟ ما قلتهم لأربع مسائل؟ فقال قل يقول مالك لا أدري، قل يقول مالك لا أدري، قل يقول مالك لا أدري، واعتبر هذا من فضائله. لا تكلف الإنسان، قل ما الشيء الذي يعلمه يقول أعلم، والذي لا يعلمه لا أعلم. ابن مسعود قبل الجليل يقول لا تتكلف، من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. فإن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله. إذا العلم قسم، قسم تعلمه تكلم به، وقسم لا تعلمه قل الله أعلم، وهذا من العلم. لا، ولهذا قال بعض السلف لا أدري نصف العلم، لأن العلم نوعان، شيء تدريه وشيء لا تدريه. فالنصف الأول تدريه تكلم به، والذي لا تدري قل الله أعلم، قل لا أدري. ولهذا قال بعض السلف من قال لا، من ترك لا أدري أصيبت وقاتل. نعم. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس المعقلي قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي قال حدثني أبي قال حدثني عبد الرحمن الصبي عن القاسم بن عروة عن محمد بن كعب القرظي قال دخلت على عمر بن عبد العزيز فجعلت أنظر إليه نظرا شديدا فقال إنك لتنظر إلي نظرا ما كنت تنظره إلي وأنا بالمدينة فقلت لتعجبي فقال ومن تتعجب قال قلت لما حال من لونك ونحل من جسمك ونفى من شعرك قال كيف ولو رأيتني بعد ثلاثة في قبري وقد سالت حدقتاي على وجنتي وسال من خرايا في فمي صديدا كنت لي أشد نكرة أشد نكرة كنت لي أشد نكرة حدثني حديثا كنت حدثتنيه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قلت حدثني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يرفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لكل شيء شرفا وأشرف المجالس ما استقبل به القبلة لا تصلوا خلف نائم ولا محدث واقتلوا الحية والعقرب وإن كنتم في صلاتكم ولا تستروا الجدر بالثياب ومن نور في كتاب أخيه بغير إذنه فإنما ينظر في النار ألا أنبئكم بشراركم قالوا بلى يا رسول الله قال الذي يجلد عبده ويمنع رفته وينزل وحده أفلا أنبئكم بشر من ذلك الذي يبغض الناس ويبغضونه أفلا أنبئكم بشر من ذلك الذي لا يطيل عشره ولا يقبل معيره ولا يغفر ذنبا أولا أنبئكم بشر من ذلك الذي لا يرجى خيره ولا يؤمن شره من أحب أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله ومن أحب أن يكون أغنى الناس فليكن بما في يد الله أوثق منه بما في يد غيره ومن أحب أن يكون أكرم الناس فليتق الله إن عيسى عليه الصلاة والسلام قام في قومه فقال يا بني إسرائيل لا تكلموا بالحكمة عند الجهال فتظلموها ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم ولا تظلموا ولا تكافئوا ظالما فيبطل فضلكم عند ربكم ولا تكافئوا ظالما بظلمه بمصطفى بظلمه نعم ولا تكافئوا ظالما فيبطل فضلكم عند ربكم الأمر ثلاثة أمر بين رشده فاتبعوه وأمر بين غيه فاجتنبوه وأمر اختلف فيه فكلوه إلى الله عز وجل نعم وهذا الأثر أثر طويل أثابه المؤلف رحمه الله الشاهد يقول فكلوه لله عز وجل آخر جملة أن الإنسان الشيء الذي لا يعلمه الإنسان يكله إلى الله عز وجل ولا يتكلم وهذا الخبر وهذا الأثر
رواه المؤلف رحمه الله عن محمد بن سعد القرظي قال دخلت على عمر بن عبد العزيز. عمر بن العزيز خليفة مشهور خليفة الراشد من خلفاء بني أمية رضي الله عنه وارضاه. يقول محمد بن سعد القرظي دخلت على عمر بن عبد العزيز وهو خليفة وهو أمير المؤمنين فجعلت أنظر إليه نظرا شديدا ينظر يتأمل وينظر في وجهه وفي يديه وفي فأنكر عليه عمر فقال إنك لتنظر إلي نظرا ما كنت تنظره إلي وأنا بالمدينة لأنه كان في الأول كان أمير المدينة في زمن الوالد بن عبد الملك كان هو الأمير ثم تولى الخلافة وكان هذا كان محمد بن كعب القرظي يعرف عمر بن عبد يعرفه يأتيه لما كان أميرا على المدينة للوالد بن عبد الملك ولما كان خليفة في الشام صاره أمير المؤمنين جاء إليه هذا الرجل محمد بن كعب القرظي جعل ينظر إلى الخليفة نظرا يتأمل أنكره عليه قال إنك لتنظر إليه نظرا ما كنت تنظر إليه وأنا بالمدينة لما كنت أمير والآن تنظر إليه لما كنت خليفة ما السبب؟ قال قلت بتعجبي تعجب انظر إليه تتعجب قال ومما تعجب؟ قال قلت وما حال من لونك ونحل من جسمك ونفى من شعرك يعني لونك تغير حول حال لونك يعني تغير لونك ونحل جسمك صرت ناحل في الأول كنت أسمن من كذا الآن ما أعرف حال ضعف الحال ونفى من شعرك نفى بالكاء يعني شعرك متشعر في الأول لما كنت في المدينة شعرك متنعم تكد شعرك الآن ما تكد شعرك تغير حالك وذلك أن أمير الخليفة عمرو بن عبد العزيز لما تولى الخلافة يعني صار هو يضرب به المثل بالعدل صار عنده خوف من الله عز وجل وخاف من توليه الأمور المسلمين حتى تغير جسمه ونحل وصار لا يأكل ولا يشرب إلا قليل خوف واهتم بأمر بأمر المسلمين حتى تغير جسمه ونحل وصار شعره ما في وقت يرسل شعره ولا يلبس ثياب جميلة ولا يكد شعره وهو خليفة أمير المؤمنين ولا من شدة خوفه من الله عز وجل وزهده وورعه لما كان أمير هو أسهل لأن الخلافة ليست له ما تولى الخلافة لما كان أمير في المدينة وكان نشيط وجسمه يعني في نظرة الآن لما تولى الخلافة صار جسمه ناحي وشعره متشعر وجسمه متغير فبهذا تعجب منه فقال له كيف لو رأيتني بعد ثلاثة في قبري لو رأيتني بعد الموت وأنا في قبري ثلاثة أيام في كل عشر شوف يعني زهده رضي الله عنه كيف لو رأيتني بعد ثلاثة في قبري وقد سالت حدقتاي على وجهي العينين خرجت العينين وصارت على خدي بعد الموت بثلاثة أيام وسال من خرايا في فم الخليفة الخليفة يقول لمن؟ يقول لمحمد بن سعد القرظي كنت لأسد بكره يقول أنت لا تستنكر من حالي جسمي متغير وشعري متشعث ولوني متغير لكن لو رأيتني بعد الموت تكون أشد استنكار لو رأيتني بعد ثلاثة أيام من موتي تجد الحالة أسد تجد الحدقة في العيناي خرجت وصارت في وجهي وتجد من خراي في فمي قريبا كنت لي شيء أشد نكرة ثم قال له عمر بن عبد العزيز يقول لمن؟ لمحمد بن سعد حدثني حديثا كنت حدثتني عن عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فحدثه فقال له محمد بن سعد قلت حدثني عبد الله بن عباس يرفع الحديث الى النبي صلى الله عليه وسلم قال بكل شيء شرف واشرف المجالس ما استقبل به القبلة هذه اللفظة أخرجها الطبراني وقال المحسن بإسناد حسن وقال إن بكل شيء سيدا وإن سيد المجالس قبلة قبلة ثم قال لا تصلوا خلف نائم ولا محدث هذه الجملة غير ثابتة لا تصلوا خلف نائم ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة معترضة أمام القبلة وكل إنسان يصلي وأمامه نائم أو محدث لا حرج لا حرج في هذا ثبت في صحيح البخاري أن النبي كان يصلي وأمامه عائشة
داعمة على السرير، صار السيدة عرف لأصحاب الحاجة أنسلوا من جانب السرير حتى لا يشوش على النبي صلى الله عليه وسلم. واقتلوا الحية والعقرب وإن كنتم في صلاتكم. نعم هذا ثابت، الأمر بقتل الأسودين في الحديث أن قال اقتل الأسودين الحية والعقرب ولو في الصلاة، تقتل الحية والعقرب فلا بأس، والحركة مغتفرة تكون تقتل وتضرب إلا إذا استدعى الحال لعنه تدور تستدعى القبلة تشد الأرض، هذا إذا اضطر الإنسان يقطع الصلاة ثم يستأنف من جديد، لكن ما دام مستقبل القبلة فله أن يقتل الحية ويقتل العقرب ولا بأس هذا في الصلاة. قال ولا تسكروا الجدر بالثياب، يعني هذا النهي عن ستر الجدر ورد في صحيح مسلم قول النبي إن الله لا يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين، وذكر النووي في صحيح مسلم قال استدلوا به على أنه يمنع من ستر الشيطان وتنزيل البيوت والثياب وهو منع كراهة، كراهة تنزيل لا تحريم. وقد زار أبو أيوب بن عمر رضي الله عنه ورأى في البيت سترا على الجدار فأنكر عليه، قال جعلتم بيوتكم كالكعبة تسترونها الجدار يستر، فقال ابن عمر غلبنا النساء فقال من كنت أخشى عليه فلم أكن أخشى عليه، إذا كنت أغربك النساء فكيف بغيرك، والله لا أطعم لكم طعاما. فرجع أبو أيوب أنكر على ابن عمر من ستر الجدار. الآن نحن الآن كل جدارنا مستورة، مستورة كلها ستر عليه. يعني كان أبو أيوب يقول جعلتم بيوتكم مثل الكعبة تسترونها، الجدر لا تستر، وهذا قال لا تستر الجدر بالثياب، والنووي يقول هذا كراهة للتنزيه لأن هذا من الإسراف والجدر لا حاجة إليها. الآن تغير الوضع، ليس الأمر وقف إلى حد الستر، صار الآن في الديكورات وما أشبه ذلك أسد من الستر. فاللهم المستعان. قال ومن نظر في كتاب أخيه بغير ابنه فإنما ينظر في النار، هذا اللفظة ذكر محسي أنها فيها ضعف، أنها ضعف فيها ضعيفة. قال ألا أنبئكم بشراركم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الذي يجلد عبده ويمنع رفده وينزل وحده، يعني رفده يعني العطاء والصلة، والذي يجلد عبده يعني العبد المملوك يجلده يعني بغير حق، ويمنع رفده يعني يمنع الصلة والعطاء، وينزل وحده فلا يحتمل أنه إذا نزل منزله فإنه لا ينزل معه أحد كبرا وبطلا أو شحا وبخلا. قال ألا أنبئكم بشر من ذلك الذي يبغض الناس ويبغضونه، ثم قال أفلا أنبئكم بشر من ذلك الذي لا يقيل عشرة ولا يقبل معذرة، لا يقيل عشرة يعني لا يفصح ولا يعفو ولا يقيل صاحب العذرة إذا اعتذر إليه، لا يقبل عذره ولا يغفر ذنبه لا يسمح له. ثم قال أفلا أنبئكم بشر من ذلكم الذي لا يرجى خيره ولا يؤمن شره، الأسف يكون شره إلى الناس قاعد وخيره قليل. من أحب أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله، لأن المتوكل على الله ومفروض أمره إلى الله بعد كل الأسباب هذا من أقوى الناس. من أحب أن يكون أغنى الناس فليكن بما في يد الله أوثق منه، فليكن بما في يد الناس أوثق منه بما في يد غيره، يعني يثق بما في يد الله لأن الله تعالى هو الذي بيده الأمر وأنه هو الذي بيده الرزق. ومن أحب أن يكون أكرم الناس فليتق الله، إن أكرمكم عند الله يتقاكم. ثم قال إن عيسى عليه الصلاة والسلام قام في قوم فقال يا بني إسرائيل لا تكلموا بالحكمة عند الجهال فتظلموها، لأنكم إذا تكلموا بالجهال تأولوها على غير تأويلها، ولا تمنعوها أهلها فتظلموها، يعني إذا تكلموا بالحكمة عند أهلها، إذا لم تكلموا بها عند أهلها ظلمتموها، وإذا تكلمتم بالحكمة عند الجهال ظلمتم الحكمة، يعني في غير أهلها أعطوا الحكمة اجعل الحكمة في أهلها، ولا تظلموا ولا تكافئوا ظالما بظلم، لا تظلموا يعني لا تظلموا غيركم
ولا تكافئوا ظالما بظلمه فيبطل فضلكم عند ربكم. بل عليكم أن تعفوا يعني الظالم لا تكافئوا بظلمه بل عليك أن تعفوا وتفصح. ثم قال الأمور ثلاثة: أمر بين رشده فاتبعوه، وأمر بين غير فاجتنبوه، وأمر اختلطوا فيه فكلوا إلى عالم. الأمور ثلاثة: أمر تبين لك أنه حق وأنه رشد وأنه صواب عليك أن تعمل به، وأمر تبين لك أنه غي وأنه ضلال عليك أن تجتنبه، وأمر مشترك اختلطوا فيه هذا كله إلى الله توقف فيه وكله إلى الله عز وجل. وهذا هو الشاهد من أثر هذا الشاهد قوله: وأمر اختلطوا فيه فكلوه لله عز وجل. وهذا يقول مزدي في تفضل الأسواب، هذا حديث مشهور من رواية أبي المقدام هشام بن زياد عن محمد بن كعب، رواه الناس عنه مطولا ومختصرا، وأخرج أيضا ابن سعد في الطبقات من ثلاث طرق مختلفة. وهذا الحديث هذه الجمل بعضها صحيح وبعضها ضعيف، بعضها له شواهد. نعم.